بسم الله، السلام عليكم. اسم ديالي نشاط عزيز من مدينة مكناس، بائع تمور، اختصاصي في التمور وفواكه الجافة. الحركة زعما المنتوج راه موجود كتير والاستهلاك ديالو قليل. التمور اللي كتمشى الأغلبية ديال الجزائر، الجزائر هي اللي كتمشى بزاف. ديك الدعايات راه ما كاينش منها كاع والو، ديك الدعايه كاذبه، ديك الدعايات قال يطلقوا الناس راه كاذبه بانها راه فيها شي برودوي شي ميكل، ما كاينش داكشي كاع فيها. المواد الحافظه اللي كيديروها في التونسيه ديك واحد الماركه كتسمى الكونديسيونيل، تلقاها معسله هي اللي كيديروا فيها مواد حافظه. اما بالنسبه للتمور الجزائريه طبيعيه وكتمشى مزيان، عمرها ما توقف. كيتقداو التمر الجزائريه والتونسيه، هي الجزائريه كتمشى اكثر من التونسيه. الجزائريه واصله 30 32 درهم 31 على حسب الوجه ديالها، على قص الصحراء ديال الجزائر مقسومه على جوج. عندهم واحد المنطقه كتسمى الصحراء، الصحراء التمر ديالها كتسميوها الصحراء، وماركه اخرى الشق الثاني ديالها كتسمى طولقة. الطولقة هي البروميان اللي كتلقاها مجردة والعظم ديالها كيبان في وسط منها، هذيك هي الطولقة، هذيك هي البروميان عندهم فيها. الثمن ديالها كتوصل حتى 35 درهم هذيك، والاخرى 30 درهم. شوف بالنسبة للمغرب والجزائر راه هما خوت، هادو الشعب مع الشعب، هما كيبغيونا وحنا كنبغيوهم كشعوب. اما الأنظمة راه هي اللي دايرة هاد العصافة الرويضة بين المغرب والجزائر، دوك لي جينيرو ديالها الحكام ديالها لي جينيرو هما اللي متحكمين فيها، راهما قامعين دوك الناس واكلين لهم الحقوق ديالهم واكلين الثروات ديال ديك البلاد. والحمد لله المغرب راه بخير وعلى خير. يعني الشعب الجزائري مع الشعب المغربي راه خاوه خاوه، هادوك خاوه خاوه. النظام العسكري هو اللي داير هاد البلبله هادي واكل لهم الثروات ديالهم، والبلاد ما زيداش اللي قدام. عندهم الغاز، عندهم البترول، عندهم شحال من المواد كتدخل لهم من الميريكان، ومن ورغم ذلك البلاد فيها المجاعة عندهم. يعني هما ضحايا ديال الشعب، ضحايا ديال لي جينيرو. عندك شي علاقات مع الجزائريين؟ عندنا العلاقات معاهم من زمان حنايا كاع، علاقة بين النخلة ديال المغرب والنخلة ديال الجزائر. حنا اختصاص ديالنا هو التمر. يعني كتواصل معاهم؟ كنتواصلوا معاهم ديما، فوق ما كتدخل لهم شي بضاعة من تما كيعيطوا لنا في التليفون تيقول لك دخلت السلعة الفلانية واش خصكم منا شي حاجة. ديما كنتواصلوا، التعامل ديالهم ناس مزيانين وخيرت بهم. لا عمرهم ما ضرونا شي حاجة سيدي، حنا كنتبيعوا معاهم ونتشاروا غير في التمر، حنا عمرو ما ضرونا في شي حاجه ولا شفنا عندهم ما ضر في شي حاجه. الرساله ديال الشعب الجزائري، الشعب الجزائري الرساله ديالي الوحيده، يناضلوا يناضلوا، وما ضاع حق وراءه طالب، يناضلوا على الحقوق ديالهم الا بغاو البلاد تستقل. من هاد لي جينيرو ديالهم تولي دوله مدنيه، ماذا بينا تولي دوله مدنيه لا عسكريه. عسكريه كتمول من جهات اخرين، ولكن راه المراد ديالهم ما غاديش يوصلوا له. على حقاص الله سبحانه وتعالى تيقول لك انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. هادو راه خوتنا، راه حنا ما كنا كنسمعوا والدينا كيمشيو من هنا للحج، تيدوزوا للجزائر، كيدوزوا لتونس، كيدوزوا لمصر على رجليهم. هاد العداوه كثرت بزاف بين الجزائر وبين المغرب، ما تما الشعب راه هو الشعب، تحط الشعب ديال الجزائر في وسط الشعب ديال المغرب هو. حنا كنهضروا في مسائل رياضيه كاع، في الكره كيمشي غير مثلا الرجاء او الوداد مشات تلعب شي تلعب شي ماتش تما، كتلقى الشعب بحالو بحال الشعب، ما كاينش المشكل. عندك تروكاج عندهم، اكاديف اكاذيب، والاذاعه ديالنا حتى هما راه ما نساوهمش، راه حتى هما كيقوموا بالواجب ديالهم، فضحوا لهم الاكاذيب ديالهم كاع كامله بالصور بالتاريخ بكل شيء ديالهم.
عندنا الناس اللي مختصين في داكشي ديال الصور ديالهم في الاذاعه المغربيه الحمد لله، راه وضحوا كل شيء وباين كل شيء، راه باين ما بقى فين تخبى. ربما تيبغيو هما شاعلين الفتنه، هما شاعلين الفتنه هذوك الناس، تنقول لك مولين طرف جهات اخرين مولين ماديا ومعنويا باش ينوضوا الفتنه، بان راه المغرب هو مول هذا مول هاد البلبله، ولكن هما دايرين ديك البلبله لراسهم. بهذه المناسبه ديال الشهر رمضان الكريم كنقدم تحيه الامام ومولانا محمد السادس الله ينصرو وينصر الاسره العلويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.